صباح الساعة 12:30 بالليل تقريبا تم استهداف مركز التمانعة من قبل 3 طيارات، طيارتين حرب رشاش وطيارة سيخوية 24. تم استهداف المركز مثل ما شايف بصاروخ فرار من سيخوية 24، والحمد لله رب العالمين. طبعا مثل ما شايف دمار كامل في مبنى المركز، ودمار في المعدات، وتقريبا كمان الاليات خرجوا عن الخدمة الحمد لله رب العالمين، لكن الشباب طلعوا سالمين وهذا اهم شيء. حبيتين يضربوا.